بورد الجدي ديالك فرحة من غير ترتيب وعوض من ربنا بعد كل التعب اللي حصل في حياتك. بعد سنوات تعب سترى قدرة الله تعالى في تحقق ما صبرت لأجله. أبشر، كل شيء سيتغير في لحظة لصالحك، لأن الله يريد ذلك. فلا تكن مستحيل ولا تفكر في كيفية الفرج، كله في يد الله. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. ان شاء الله قراءة جديدة حصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برج الجدي. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. نشوف الصورة مواليد برج الجدي بفضل الله تعالى، وبعدين هنشوف باخر القراءة هنشوف رسالتك من الرسائل بتقول لك ايه يا مواليد برج الجدي. صورة غافر. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح. فضلا وليس امرا اخواتنا في الله، ادعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناة فاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. يا برج الجدي، انا شايف ان انت ماشي في طريق، والطريق ده طريق خير، طريق نجاح، طريق تفاؤل. انت ماشي مركز كويس جدا. انا شايف يعني بالك مشغول، يعني شايف بالك مشغول بالماديات. شايف ان عندك مرحلة جديدة هتتخطى كل المشاكل اللي عندك. المرحلة الجديدة دي هتكون سبب رئيسي لسعادتك، او هتكون سبب رئيسي ان انت تطلع من كل اللي انت فيه. شايف بفضل الله الفترة دي، انا شايف ان انت الفترة دي شايل هم كبير جدا على كتفك، او شايل مسؤولية، او شايل مسؤولية كبيرة. يعني مش مسؤولية وحشة، هي مسؤولية كويسة يعني، بس زيادة عليك. شايف ان انت بتحاول تضغط على نفسك الفترة دي علشان تقف على الارض صلبة. انا شايفك هنا عندك شوية قلق، شوية حيرة، شوية تفكير. ان شاء الله راح تخلص من كل هذه، بس تفكيرك عندك رهيب جدا بسبب الضغوط النفسية. شافوا في نفس الوقت ان انت حاير دلوقتي في قرارين او موضعين حاير فيهم. شايف ان انت ماسك في حاجة الفترة دي وعايز تاخد فيها قرار، صح؟ شايف ان صحتك الايام دي تعبانة، مضغوط نفسيا بسبب يعني ان انت عمال تضغط على نفسك وتسعى ان انت تحقق حلمك. بس اقدر ابشرك ببداية جديدة في عمل، او بداية جديدة هتكون لصالحك جدا. رغم ان خوفك وقلقك وحيرك الفترة دي، هيكون عندك تواصل اجتماعي حلو، هيكون عندك يعني اعجاب حلو، وعيونك هتدمع من الفرحة. خلي بالك من ناس حواليك عايزين يعرفوا حياتك، عايزين يعرفوا كل حاجة، وهيقربوا منك عشان يأذوك فقط. هيقربوا منك عشان يأذوك. في مناسبة حلوة، مناسبة اجتماعية هتطور من حياتك، هتكون بشرة خير لحياتك. في بشرة برضو تطور علاقتك بالشريك، عشان في تطور، لما في رجوع، لما في انتصار، لما يبقى في كلام حلو او لقاء حلو او امور حلوة. شايف هنا الفترة دي في مكالمة حلوة هتفرحك يا برج الجدي، في مكالمة حلوة هتفرحك وهتبشرك. انا شايف بسم الله الكاشف، شايف في حد غايب عنكم او منفصل عنكم، او لكن في رجوع. شايف ان الشخص ده عزيز على قلبك، منفصل عنك او بعيد عنك او الاشياء دي، في رجوع. صل على النبي وادعم الفيديو باللايك احبابي في الله، فضلا وليس امرا. شايف هنا في بشرة رجوع برضه بإذن الله. يعني انتوا بقالكم مدة كبيرة شايلين الحمل وشايلين المسؤولية، عمالين تعافروا، عمالين تعملوا حاجات كثيرة جدا يعني من أجل ان انتوا تقفوا على أرض صلبة. فأبشرك بإذن الله تعالى بخبر حلو هيوصلكم يعني خلال أيام معدودة بإذن الله. شايف عندك أزمة هنا، أزمة اللي دي عاملة لك ضغوط نفسية، في أقرب وقت هتتحل، وهتكون مفتاح المشكلة دي بين يديك بإذن الله. بلاش تطنش، بلاش ترمي كل حاجة من ورا دماغك، ركز وشوف أنت عايز إيه. شايفين عندك بسم الله الكاشف، شايف في تواصل اجتماعي مع حد، أو لقاء مع حد،
قديم بينك وما بينه كان علاقة أو كانت صداقة أو صحوبية وانتهت، فيبقى في تواصل الأيام اللي دايما ما بينكم. شايف الفترة دي أنت بتعمل أقصى مجهود إن أنت تدمع فلوس علشان في حدا في دماغك عايز تعملها، لكن في أقرب وقت إن شاء الله هتعمل كل اللي أنت عايزه في دماغك. إن أنا شايف مش بتفصل من كثرة التفكير، شايفك عمال تفكر بشكل كبير جدا شايفنا، وفي نفس الوقت بقدر المستطاع في انتصار عظيم. شايف الانتصار العظيم هيحصل، هيغير حدات كتيرة جدا في حياتك، بس عندك عين قوية عاملة لك عراقيل، عاملة لك ركوع، عاملة لك التعب، عين شديدة عاملة لك الضغوط النفسية تعبك جدا، عندك حسد شديد. بس أقدر أبشرك بمساعدة، حد في حد هيساعدك هيقف معاك، بس أنت هنا مش هتكون محتاج المساعدة دي، بس أنت مضغوط حيران في حتين. شايفين عندك كمان ورق هيخلص بالخير او لقاء معين هيخلص عندك بالخير. شايف كمان الفترة دي اكتر الفترات اللي انت واخد فيها موقف يعني حاسم، شايف ان الموقف ده مخليك ساكت بس عامل لك حيرة وعامل لك شوية كركبة. شايف هنا عندك في تفكيرك او عندك في حياتك، كمان عندك هنا تبشيرة حلوة بوثيقة مالية هتمضيها هذا الفترة. شايف هنا من خلال الوثيقة دي هتكون مطالب بفرحة جديدة أو هيكون عندك طاقات حلوة، بس حاول دايما تكتم خصوصياتك، ما تتكلمش عن أي حاجة تخص حياتك. شايف هنا الفترة دي بسم الله الكاشف هيكون عندك مفتاح حلو، يعني المفتاح ده هيكون سعادة لك أنت لتحسن يعني مواضيعك بشكل جيد. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما هو. بسم الله. شايف هنا عندك، شايف عندك هنا مواضيع قديمة اليومين دول بتفكر فيها، يعني شايف هنا ممكن تكون عايز تردع أو عايز تنهيها أو تخفيها من حياتك. فأنت هنا حاليا الأيام دي عندك مواضيع قديمة عمالة تتفتح، يعني شايف عندك أو هذا الموضوع عمال تتفتح قدامك، هنا في سر مستخبي عليك، شايف انت بتحاول بقدر المستطاع دي تستكشفه بأي طريقة. يعني شايف هنا عندك حد نيته اتجاهك مش كويسة، مش كويسة، يعني الحد ده حاطط عينه عليك قوي اتجاهك ومركز معاك قوي الفترة دي، وانت ما بتحبش الكلام ده. شايف هنا الأيام اللي جاية في فرحة، شايف عندك فرحة وعندك سعادة وعندك أمور مادية بإذن الله تعالى من بعد ركود، من بعد المداومة التعب اللي كان عندك. شايف هنا إن أنت هنا هتستعيد حساباتك أو هتستعيد نشاطك، يعني حاجات كتيرة هتعملها. أنا شايف هنا في حاجة هتحصل لك هتخليك طاير من الفرحة أو هتخليك مبسوط قوي، لأن أقدر أبشرك بجواز هيكمل أو خطوبة هتكمل أو في فرحة تخص الحياة العاطفية. أشوف أقدر أقول لك كمان بإذن الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى الضحكة هتعود لوشك قريبا جدا، وهتفرح بإذن الله وهتحس إن ده العوض من ربنا. يعني أنت بس أنت ارمي همومك ورا ظهرك وتوكل على الله واستعين بالله، استغفر الله كثيرا. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد ان شاء الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله الكاشف. شايف هنا انت هنا عايز تعمل حاجة جديدة في حياتك، شايف الفترة دي يعني انت مأثر عليك قوي ومأثر عليك في كل حاجة في جسمك. شايف الفترة دي ان انت مش بتنام كويس ولا واخد راحتك، بس بإذن الله تعالى بفضل ربنا حالتك النفسية بسبب القرار اللي انت هتسمعه هتفرح قوي، واقدر ابشرك باذن الله تعالى البشرة هتستجيب لها باذن الله ربنا. وشايف يعني هنا هتفك النزع اللي عندك، هتفك المشاكل اللي عندك، هتفك التعب اللي عندك. يعني انت واقع في ازمة او واقع محتاج حد يطبطب عليك او محتاج حد يقف معاك او يقف جنبك، مش ملاقي حد جنبك، حط نقطك على الحروف واعمل حاجة جديدة. شايف هنا
بسم الله الكشف، اللهم صل وسلم. ان انت هنا دايما بتكون مميزين يا برد الجدي عن غيركم يعني، ودايما بتتعرفوا حتى لو يعني على بعد، بس هنا حرفيا النفسية بتاعتكم تعبانة وقرفانة يعني، مالكمش شيء نفس تعملوا اي حاجة في اي حاجة، حاسين يعني ان المزاد متقلب. بسم الله الكاشف، انا اقدر ابشرك او انت حاليا ماشيين في طريق خير وطاقة إيجابية، هيبقى في لقاء مقابل أو حاجة مهمة هتعملوها. شايف عندك علاقة ممكن تتحول لصداقة، أو علاقة تتحول لصداقة أبدية. شايف هنا أمور حلوة هتكون، بس هنا لازم تطلع من العزلة اللي انتوا فيه، اطلعوا من العزلة اللي انتوا فيه. يعني شايف هنا عندكم ضغوط نفسيا، او عندكم فلوس بتحاولوا تسدوها بقدر المستطاع. يعني البعض منكم ناوي يسحب قرض، او ناوي يدخل يعني مبلغ تاني، عايز يدخل في مبلغ تاني. يعني شايف هنا منكم برضو ناوي يستلف فلوس او يسحب قرض، في حاجة تخص الماديات ناويين تعملوها. يعني شايف هنا بسم الله الكاشف، اللهم صل. شايف الماديات معاكم واقفة شوية علشان الضغوط النفسية اللي انتوا عمالين تعملوا فيه. شايف هنا بسم الله الكاشف عندكم حد هيحاول يكلمكم ويدق بابكم تاني، ندمان على الانفصال اللي بينكم، او ندمان انه سابكم في يوم من الايام. شايف هنا بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد، في برضو الندم، الاشخاص ظلموكم او استغلوكم، هذا الشخص ندمان وهيندم جدا. بس أنا شايف امرأة تكرهك وأنت مخدوع فيه، وهتنصدم لما تعرفه، احذر مكيادي، ولكن الله هينجيك منه. في شيء هيحصل لك هيغير مجرى حياتك بإذن الله تعالى. أنا شايف هنا أنت كنت مضغوط عاطفا بين شخصين، ولازم إنك تختار كويس. شايف هنا برضو للبعض ترسيم علاقة أو قرار أو زواج ودعم من يد للمنفصلين. الشريك السابق يعيش أقصى حالات الندم على فراقك. شايف بداية أمل جديدة عاطفية جديدة موفقة. شايف هنا للبعض في مبلغ مالي بعد أيام، بعد أيام في مبلغ مالي بعد أيام، في نقلة من مكان لمكان. وللبعض هنا تريد الارتباط، ولكن في عراقيل من أمامك، إن شاء الله كل شيء رح ينحل. شايف هنا شخص بيفكر فيك طويلا ويتأمل صورك، وأنت تشعر بأنك مراقب أو شيء من هذا، صدق هذا الشعور. أشايف إن أنت بتفكر في شراء شيء جديد، انتظر حتى يكتمل للمبلغ وخذ أو اشتري ما تريده. شايف هنا كسرة التفكير، لا تدعك تنام بسلام، اترك الأمور بيد الله وستنحل. خروج من فترة طويلة صعبة، وحب جديد يطرق قلبك من شخص ممكن نقول من ناري. شايف هنا للبعض كلام كتير بيتقال عليك، وانت عارف الشخص ده، بس انت مش في دماغك. في صلح وعتاب ما بين زوجين او حبيبين، او حبيبين. صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك، وانت خير المبشرين. كل احبابي في الله ادعموا الفيديو باللايك. احبابي في الله، نشوف الرسالة الخاصة لمواليد برج الجد. يا رب يبعد عن بيتك الهم والقلق والحزن، ويمن عليه بالسكينة والستر والأمان. آمين يا رب العالمين. فضلا وليس أمرا أحبابي، لا تنسوا الاشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، وأكثر من صورة غافر بفضل الله تعالى. وإن كنتم بتعانوا من السحر أو من المس أو من الحسد، في صندوق الوصف اللينك لعلاج جميع الحسد والسحر والتعطيل والتابعة والقرين والمس العاشق وجميع الأسحار، في صندوق الوصف هسيب لكم اللينك.